أخبار اليوم. بنرحب بالكاتب الكبير جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائية، أهلا بيك في احتفالية النهاردة. أهلا بحضرتك وأهلا بيكم. في البداية أستاذ جمال، جوائز مصطفى وعلي أمين بتعتبر قيمة ثقافية الكتاب الصحفيين كلهم عارفين قيمتها، حضرتك في تواجدك النهاردة وحرصك أنك أنت تكون موجود، تقول إيه عنها وتكلمنا عنها إزاي؟ أولا جائزة مصطفى وعلي أمين ليها وضع خاص جدا في قلبي وفي نفسي، لأن أول جائزة خدتها في حياتي كانت جائزة مصطفى أمين وعلي أمين، وأخدتها سنة 86 بعد تخرجي مباشرة، كانت بداية جوائز مصطفى أمين وعلي أمين، وأنا يمكن كان عامل الفرع في الجائزة لأوائل الكليات الإعلام والصحافة، وأنا كنت الأول على صحافة سوهاج، وأخدت وكان لي الشرف أن أنا أخدت جائزة مصطفى أمين وعلي أمين، ولازلت أحتفظ بيها في قلبي وفي مكتبي، ولازالت الجائزة دي مكتوبة بورق البردي وعليها توقيع الكاتب الكبير الله يرحمه أستاذنا أستاذ مصطفى أمين. هذه الجائزة لها عشق عندي، وكانت في الوقت ده سنة 86 كانت 1000 جنيه بياخدها الأول على أقسام الصحافة والإعلام، وأنا كنت 1000 جنيه دي كانت غالية عليا جدا، وحظيت بهذه الجائزة اللي يعني أي صحفي وأي إعلامي في مصر والدول العربية يتمنى أن يحصل على جائزة مصطفى أمين وعلي أمين، وأن يقترن اسمه بعملاقي الصحافة المصرية. ده اللي أنا عاوز أقوله بالنسبة للجائزة دي. دي جائزة حبيبة لقلبي، بحرص من 25 سنة أني أكون متواجد في كل احتفالاتها، وبحرص وفاكر كل يوم كويس قوي، اليوم اللي أنا وقفت قدام الأستاذ مصطفى أمين الله يرحمه وكان بيديني جائزة الأوائل على الصحافة، قلت له بعد إذنك يا أستاذ مصطفى أنا مش عاوز الجائزة بس عاوز أشتغل في أخبار اليوم، قال لي بلهجة يعني جهورة خد الشيك، ولو عاوز تشتغل صحفي هتشتغل صحفي. من اليوم ده والكلمة دي أنا مش بتفارق خيالي، وبالفعل قدرت إن الحمد لله أحقق حلمي وأشتغل في أخبار اليوم اللي كانت حلم بالنسبة لي، واللي أنا قلت لمصطفى أمين قال لي لو عاوز تشتغل صحفي هتشتغل صحفي بمجهودك، والحمد لله اشتغلت صحفي. أستاذ جمال، الأيام دي بنحتفل بالعيد ميلاد الأول لأخبار المسائي، حاربته فترة معينة لغاية ما الأخبار المسائي تظهر وتشوف النور، حضرتك شايف مستقبل الصحافة المصرية إيه؟ الحمد لله رغم كل ما يقال الصحافة المصرية بخير، يمكن الفترة دي الصحافة المصرية والإعلام المصري بيمر بفترة عصيبة، لأن للأسف الشديد هناك بعض من الإعلاميين والصحفيين اللي هم ضلوا الطريق للإعلام. الإعلام لازم يكون إعلام وطني، إعلام يكون بناء، ما يكونش إعلام هدام. الآن عندنا إعلام للأسف الشديد بيهدم في مصر، بيستخدم الإعلام في النيل من مصر على المستوى الدولي على المستوى الخارجي، منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية العالمية بتستخدم للأسف ما ينشر وما يقال عن مصر في وسائل الإعلام المصرية ويتخذوه ضد مصر للأسف الشديد. ويمكن زي ما قال الرئيس السيسي أن قضية ريجيني كانت بالفعل الإعلام المصري هي اللي قدمها على طبق من ذهب للمنظمات للدول الأوروبية والدول العالمية، وعشان كده احنا بنتهاجم بشكل كبير جدا بسبب اللي احنا قدمناه. الإعلام المصري يجب أن يكون إعلام بناء، ما يكونش إعلام هدام في الوقت اللي لازم كلنا نلتف حول مصر. مصر غالية على الجميع، لازم كل الإعلام يكون هدفه الأول والأخير أنه يحافظ على مصر. ما ينفعش أن أنا أخد الحاجات اللي بقدمها لأعداء مصر. إحنا كلنا عارفين أن مصر مستهدفة منذ ثورة 25 يناير ومنذ 30/6. الخريطة العالمية تغيرت بالنسبة لأوروبا، الوضع الأحلام اللي كانت أوروبا وأمريكا عاوزاها ومخططة لها في منطقة الشرق الأوسط، استطاع الرئيس السيسي واستطاعت مصر أن تقف حجر عصرة أمام هذه الطموحات الأوروبية والطموحات الغربية، فلا بد من هدم مصر. للأسف بيستخدم الإعلام المصري، بيستخدم إعلاميين مصريين في مساعدة هذه الدول، قد يكون مقابل دولارات لجمعيات أهلية لمنظمات حقوقية، لكن أنا بقول لزمايلي وإخواني الإعلاميين يجب أن احنا نراعي ربنا في مصر، نراعي ربنا في اللي بنكتبه، نراعي ربنا باللي بنقوله على الشاشة، لأن لما بيطلع واحد يقعد يسخن في الناس عشان يطلع يتظاهر ويهدم ويخرب في المنشآت المصرية، لما بتتخرب عربية شرطة، لما بتخرب اسم شرطة بيعاد بناءها وبيعاد ده من الفلوس من دمنا ومن قلبنا. أرجو أن احنا نحافظ على مصر، ودي دعوة الحقيقة بوجهها لكل الناس انها تحافظ على مصر، لان مصر غالية علينا، المفروض ان احنا نحافظ عليها. استاذ جمال حسين بنشكر حضرتك واهلا بيك ضيف عزيز في بوابة اخبار العالم.